السلام عليكم، صباح الخير. كي دايرين الحباب؟ لاباس عليكم؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون اموركم كلها مزيانه يا ربي الكريم. هدوزوا معايا واحد النهار غيكون ان شاء الله فلوغ نط. شربت واحد كابوتشينو في هاد الماكينه، سميتو هاد النوع تاع كابوتشينو اللي وريتهم ليك، وريتو ليكم لا مارك تاعو زوينه تعجبني. فوالا ادوز معايا واحد النهار هيكون فيه خريجه، همشي نديكم معايا الظروف لا كاع الغلافيات. هنتغدى ان شاء الله في الزنقه مع صاحبتي، وندور واحد الدويره وندير العشاء. المهم هانتوما معايا وان شاء الله يعجبكم الفيديو. كما تشوفوا اول حاجه تنفطر، تنشرب كابوتشينو، ناكل شي شويه. هاد النهار ما كانش فيا نهائيا الجوع، يعني انني شربت وما كليتش. المهم من ما تيكونش فيا الجوع ما تنفورسيش بيان سور، تنشرب وتنصنط العظامي. يا ديك من بعد ما تنشرب الكابوتشينو ضروري تنشرب قهيوه كحله مع الصباح، ولا نشرب اتاي ولا شي حاجه، كل نهار ونهار كيما تنقولوا. المهم ولكن ضروري نشرب شي حاجه، وتنشرب الماء مع الصباح مزيان قبل ما نشرب سميتو قهوه والحليب ولا اتاي ولا شي حاجه. تنغسل مصارني فوالا، تنشرب مزيان ومن بعد تمشي كيما كل شيء، تمشي تنوجد راسك. من تنشرب بيان سور كما قلت لكم، تندخل تنوجد راسي هنايا، تنغسل سناني بواحد الدونتيفريز تاع كاتي بيو، تناخدو من الباغا فارماسي. زوينا البنات، تنقي السنان مزيان، تنظف السنان مزيان، تناخدو في الوقت ما تكون فيهم دي بروموسيون موان 30% ولا شي حاجه، تنقي السنان بواحد الدرجه، بواحد الدرجه واعره البنات. انا نوري لكم، ما وريتوش لكم واقيلا في البديه. المهم ودابا تنغسل سميتو، تنغسل فمي بان دو بوش تاع كولغات. المهم ضروري تنغسل اسناني، تندير بان دو بوش ولا شي حاجه ضروري. وهنايا كما تشوفوا درت رشيت على وجهي افين لو تيرمال، سميتو ضروري تنرش على وجهي رشايشه من هذوك الماء، حيت وجهي ناشف ناشف البنات، ضروري نرش عليه تنحيد الماء تاع الكالكير. وهنايا درت اون كريم ايدغاتونت لوجهي فوالا. وكما تتعرفوا ضروري دهين 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 دهين، ضروري تندهن باش نرطب وجهي، حيت وجهي كما تتعرفوا ناشف بزاف. هنايا هنوريكم ان دودورون اللي تنخدم به مؤخرا تاع لا مارك تاع لو كلير بيو، زوين البنات زوين غزال. ونايا لا كريم دي مي، المهم درت شويه تاع لا كريم على قبلت ايديا حيت الوقت ناشفه وانا لحمي ناشف. ضروري كما تنقول لكم ضروري تنرطب وجهي ورطب ايديا ورطب شحال من حاجه. هنايا هندير رطب فمي تاع هو لي ليفغ، ما هاد الساعه باقي ما عرفتش واش هندير شي ماكياج ولا ما هنديرش. المهم عندي هو الترطيب. هنايا هتشوفوا معايا هندير لابارا تاع انفيزالاين، لي غوتيغ توعي راه قربت نكمل. غير هنوريكم بانني ما عرفتوش البنات بحالي عندي مشكل في هاد لاباراي، ما تنقدش نديرها بالنهار، تنديرها غير بالليل البنات. تشوفوا بانني اون فوا اون فوا درتها انا هنايا تلبس، تشوفوا بان تجيني سميتو تجيني التقيه. هانتي ما عرفتش واش البنات كلهم عندهم هذا المشكل، عندي مشكل كبير معاها. ها هي تلبس وتجيني واحد الوقيته هيطلع ليا فوالا، نحس براسي بانني مزيره. ما وريت لكمش بانني مشيت نجري على اساس انني نحيدها، صراحه لله ديك لابارا تاع انفيزالاين زينه زينه، ولكن انا ما تنقدش نديرها بنهار. المرة الأولى كنت نديرها بنهار، ولكن دابا وليت نديرها غير في الأخر تاع في الليل، تنديرها غير في الليل. المهم جلست نفكر خاصني شحال من حاجة نديرها، خاصني نجمع، خاصني نطوي، خاصني نشقى شي شوية ونجمع الدنيا. ما هنوريكمش بيان سيغ الشقا كله، هنوريكم غير واحد لابارتي تاع الحوايج تنطويهم. ولأنني خارجة هنمشي نخرج ندور مع صاحبتي.
المهم شقيت صيقت جمعت الدار مزيان لواحد الدرجه ما تخيلوهاش، ما تنوريكمش الشقه كله، ما تنوريكمش تمر كل شيء، تعرف كيفاش تيجمع، كل واحد تيعرف كيفاش يصيق، يعني ما نحتاج انني نوريكم هذا الشيء البنات. المهم حدي هنوريكم هاد لابارتي، دورت الماكينه ونشرتها، نشر الحويجات، واون ميم طون تنخمم على اساس انني كما قلت لكم بغا نخرج نتغدى مع صاحبتي، ومنها نبدل شي شويه المنظر ونبدل شي شويه الروتين. المهم نهار من ما تنكونش خدامه فيه وتكون نص السيمانه، تنحاول نستغلو في الرياضه، تنحاول نستغلو نمشي ندور دويره، تنحاول نستغلو بزاف الحوايج. وهاد النهار بيت واخا كاين سميتو الجو الرمادي والجو فيه الشتاء وداك الشيء، قلت ضروري نخرج، ضروري ضربني بريد، طالعه واحد الشميسه صغير. طلعت شي شويه الشميشه، المهم الشتاء حابسه هنايا، خرجت ندور واحد الدويره حدا لا بلاج مع السيده صاحبتي. المهم خرجنا درنا شي شويه تارينا، بدلنا شي شويه المنظر، وضحكنا ضحكنا كركرنا بالضحك. المهم صاحبتي فرنسيه، ما تتبغيش تبان معايا في الفيديوهات، وانا اصلا ما تنقترحش عليها تبان، يعني فوالا. المهم ما عندنا غرض كيما تنقول. من بعد مشينا تغدينا، خدينا نفس الحاجه، خدينا امونو تاع لافوا دو فو، الكبده تاع سميتو تاع العجل، وبلا بيغي، وخدينا معاها شليضه. تنمشيو لواحد البلاصه تيديروا سميتو كل شيء تيديروه في خي هي هذيك، ولكن ما تناكلوش الديسير تما. المهم انا الديسير ما تناكلوش دائما. المهم تغدينا في هذا الغيستو، ومن بعد مشينا لواحد بلاصه اخرى تيصايبوا فيها لي طارت في ميزون، تيصايبوا فيها لي طارت سميتو كل شيء مصايبينه هما، تيديروا فيها ديكيش، تيديروا شحال من حاجه. المهم في الغدا تغدينا هذاك لو بلا في واحد بلاصه، ومن بعد خرجنا ومشينا لبلاصه اخرى وتغدينا. يا ربي وكلينا الديسير. صاحبتي خدات اون تارت افيك بوم فلاب بلا بوم بالتفاح، وانا عزيز عليا السيترون، عزيز عليا الحامض البنات، واحد الدرجه ما تخيلوهاش. خديت اون تارت او سيترون، يا دي كانت كبير، كان المورصو تبارك الله كبير. المهم هاد البلاصه تيديروا فيها كلشي في ميزون، واحد غيستو صغيره وتيديروا فيها داكشي زوين وبنين وغزال. المهم تمشوا لها مره مره، وانا بيان سور انا تعجبني صراحة، تعجبني ناكل الحلوى مع قهيوة، أنا ما تناكلش الحلوى دايما، مرة مرة جو مو في بليزيغ. فوالا قهيوة كحلة ما تنزيدش فيها نهائيا السكر، صاحبتي تزيد السكر، تدير السكر، وأنا ما تندير السكر، وتنحاول مع أنها تنقص السكر، والحمد لله بدات تنقص بشوية بشوية بشوية، تنزعمها على أساس أنها تنقص. ومن بعد هنمشو ندورو، هنمشو نتسارى هنايا، دخلنا لاكالغي لافايات، هندور بكم واحد الدويره في واحد البلاصه تاع لي بيجو، فيهم لي مارك، فيهم شحال من حاجه. فوالا تعجبوني هاد لي براسلي، انا تعجبوني بزاف هاد لي براسلي، ولكن الاثمنه شي شويه طالعين. المهم اللي ما شريت نزه، ما شريت حتى شي حاجه باش ما نكذبش عليكم، والو ماشي بالضروره انني نشري، مشينا غير درنا وتسارينا، ما شريت حتى شي حاجه. شوفوا لي بري. المهم هادشي اللي تنوري لكم راه ماشي ذهب، راه اون سورت دو بلاكيور ولا شي حاجه، هادشي انا ما تنشريش نهائيا، ما عندي لا بو سونسيبل، غير تمنظر كما تيقولوا وتنشوف. المهم كل حاجه والثمن تاعها، ولكن بالنسبه لي انا تيجي جاني هادشي غالي. هاد لا غالي لا فايت، راه كلشي تعرفها الاثمنه فيهم غاليين بزاف. المهم كاين بزاف لي بيجو، بزاف المجوهرات، فيما كاين لي ديامون، كاين شحال من حاجه. ومن بعد هنطلعوا الفوق باش ندوروا في البلاصه تاع الحوايج، وشوفوا الاثمنه البنات، وشوفوا الاثمنه. هاد لافيست، هاد لافيست الحباب دايره 299 اورو، دايره 300 اورو،
الله العافية، شوفوا هاد الفولار داير 79 أورو. هاد الفولار انا ما فهمتش، انا هاد الثمن تاع 79 أورو اختي جاني غالي، ومن كما تنقولو لي ما شريت نزه. شوفوا هاد التريكو تاع لالين، فوالا. المهم لا مارك راه شي مارك واعره، ما عقلتش عليها وما بيناش ليا، ما بيناش ليا هنايا. انا تنقلب على الثمن باش نوريه ليكم هنايا، تنقلب على الثمن. المهم لو تيسو زوين بولو، فوالا سي لا مارك دو غالفا لورين بولو. المهم غالي هاد العجيبه، هاد الشي غالي 279 البنات العافية، 279 سي ترو شير. انا تنشري في لاكال غي لافايات في الوقيته تاع لي سول، ما تنشريش في هاد الوقيته. هنايا سروال جين 155 أورو العافية، ما عرفتش كي دايره الجين. المهم عمري ما قيسته، شي نهار نقيسو نقول لكم اش كاين. ومن بعد تلاقينا مع شي وليدات تي صحاب الباك تيديرو سميتو جمعوا شويه الفلوس باش يديروا واحد الحفيله، سي تري سامبا فيلميتهم. او من دخلت للدار، المهم ما دخلت للدار حتى الاخر تاع العشيه، تا جبت رايه من المدرسه ودخلت هنايا نبارطاجي معاكم واحد لاطارت تاع كي. هنايا درت فلاس لو سالادي، درت سميتو الفلافل شرملتهم، درت الشامبينيون شرملتهم، درت الخضره مشرملين، ودرت هذاك سميتو يا ربي لا كريم فريش، ودرت جوج بيضات، ودرت الفرماج محكول. يا ديك خلطت مزيان يا ديك، وهندخلهم الفران، ودرت ليهم لا بات فويتي بات فويتي ايبيس، واحد لا بات غليظه شي شويه يا هذيك. هذا هو العشاء تاعنا تاع اليوم، فوالا سميتو. المهم ساهل راه لا كيش، راه ماشي شي حاجه صعيبه. المهم هذاك الشيء كله شرحته، ما بغيتش نوريكم كل شيء لان الفيديو هيجيني طويل، وانا ما تنبغيش فيديوهات يكونوا طوال بزاف. المهم هنايا كما تشوفوا درت الخلايط لاباط درتها، وزدت عليها الفرماج شي شويه من الفوق تيجي بنين. المهم درت الخضره ودرت الطون يا ربي، درت الطون وجوج بيضات ولا كريم فريش، ودرت جوج بيضات وحركت مزيان، ودخلت هادشي كله يطيب على درجه واقيله تاع 190 ولا ما عرفت 180. المهم طاب تقريبا واحد 40 دقيقه، على خاطر طاب تيجي خزال من ما تنعرفش ما ندير، من تكون بحال هكذا ما عنديش شي حاجه سميتو. ها انت راه درتو على 100 180. المهم من تنكون ما عنديش شي فكره تندير ديكيش، تنبغي نبدل شي شويه المنظر. فوالا ها هو راه بدا تيطيب تقريبا، بدا تيطيب مزيان. المهم جا زوين البنات صراحه لله، ما سميتو ما كرفتش راسي، جا غزال الكيش، ودرت معاه اون سالاد فيغت، والله يجعل البركه. تنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، خليت لكم الصحه والراحه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. المهم كليت شويه تاع الزبده مع شويه تاع الخبز، تهلاو ليا فراسكم، ميرسي بوكو، الله يكبر بيكم، الله يسهل لي.